اليوم غنهضروا على الجينات. بزاف ديال الناس كيتسائلوا تيقول لك واش ضروري يعني خص يكون عندي جينات زوينين الا بغيت نوصل للفورمه اللي باغي. اليوم غادي نوضح لكم بزاف د الحوايج ونقول لكم كيفاش تعرف ان عندك جينات زوينين. وكما قلت لكم راه كاين الناس داو بطولات كبار مستر اولمبيا وما كانوش عندهم ديك الجينات اللي عند الناس اللي شاركوا معاهم في مستر اولمبيا، بحال مثلا روني كولمان وجي كاتلر. السلام عليكم لا فامي، كيف راكم؟ مزيان، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموتيفاسيون الشخصيه رجعت. شوف فاش تكونوا مهنيين انت طن نوتيفيكاسيون اسامه بوخ نوت تريني نوت موتيفا نوت دير شي حاجه في حياتك. المهم اليوم فيديو زوين. اليوم غنهضروا على واحد البلان نتوما بالطلب ديالكم. علاش انا اي موضوع كنهضر عليه كيكون بالطلب ديالك. كيوصلوني ميساجات بزاف في انستغرام، الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف هما اللي يعني كنجاوبوا عليهم. داكشي علاش اليوم غادي نهضروا على البلان ديال واش يمكن لي نطلع فورمه بلا ما تكون عندي جينات زوينين. والسؤال الاخر هو كيفاش نعرف ان الجينات ديالي زوينين، يعني عندي جينات واعره. المهم فيديو زوين غيموتيفيكم بزاف بما نحتاج نهضر. وتسناو الفيديو ديال الموتيفاسيون اللي ديما كنبرزط لكم راسكم به، ولكن راه شي حاجه طوب. انا ديما كنقولها لكم حتى نهار يطلع فيديو واعر غيغير حياه بزاف ديال الناس وغادي تفكر 1000 مره اكثر. انا راه تفرج في هذا الفيديو وغتسمع له غتولي تفكر بعيد، غتوليو احلام ديال الكبار بزاف. المهم فيديو زوين، داكشي خارج من القلب وغيوصل لكم القلب ديالكم. المهم لا فامي دابا غنمشي لاصال غنترينيو معايا مهدي مهدي. المهم اليوم حصه زوينه، حاسه طلع لي شي بامب خطيره، غنمشيو غنترينيو وغنرجعو. هذا نهضرو على البلان ديالنا. المهم شو اليوم موتيفاسيون خطيره كتسناكم، شي حاجه ديال تقاتل اللي بغيتي توصل. المهم بقاو معايا. ها هو بادر، عرفتي شنو؟ حس اللحيه ولي بن مينور ضربوا لي ضربوا لي على الفيزاج لا ناضي ناضي. شوف الدراري اللي زوين راه زوين، ها انتم تيبان لك بادر باقي حاضر ناضر كاين ولا لا؟ هو عرفتي شنو؟ قال لي دابا غنبقى ندير لك مهمه تنوض لي اللحيه ضروري. قلت له شوف اللي زوين زوين راه الاخلاق وما كل شيء كاين ولا لا؟ شو تقول في هذا الشيء اخي بادر؟ اخوتي بعدا السلام عليكم. رمضان مبارك. الله يحفظك. واشر مباركة ان شاء الله تدخل لكم بالصحة والسلامة. ضرر من العيد من اول العيد. اول العيد الدراري. ود ايام هذا خوتي كلشي بدا يصلى خوتي. سالت له الهضرة نتلاقاو بعد. نتلاقاو في فيديو جديد. بدر ملط ديالنا كذا. دابا شنو غتقدي لها؟ تبقى تكرطة ديما وبالمقلوب. وتشوفوا فرطة وطوم. مريض هذا اللي عنده عنده اللحيه غي اخويا. ولا شوف الحل الاخر تركيا. تركيا شو ناس عرفتي كي غاطر تراري شي واحد كدير داكشي ديال تركيا كولابوراسيون مع اسامه كونتاكتيونا اللي زين زين اخي. وخي عوم غير لبسين لا اثنين اثنين. المهم دابا لقيتونا قدام لاصال غندخلو نترينو حصة ديال الكتاف كيما تشوفو معايا النيفو راه العشر الأواخر ديال رمضان. ها مكاينش لي كومبليمون مكاين حتى شي حاجة كتعاوني. علاش؟ كيما قلت لكم دابا جسمي عطيه واحد الفترة ديال الراحة باش موراها من غنبداو غتشوفو جو جو سوبر ساينز طروة. شي حاجة بلا ما ندوز زعورية وكذا. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. لا فامي المهم دابا رجعنا من لاصال. قبل ما نكملش لكم لونطرينمون حيت ديشارجات كاميرا سمحوا لينا هادشي خارج على السيطره. دابا لا فامي غادي نموتيفيكم بواحد البلان زوين وغادي تستافدوا معايا. بزاف ديال الناس ديما يقولوا بان الجينات هما مسؤولين على انك توصل للهدف ديالك، يعني توصل للفورمه ديالك.
اليوم غنهضروا على الجينات. بزاف ديال الناس كيتسائلوا تيقول لك واش ضروري يعني خص يكون عندي جينات زوينين الا بغيت نوصل للفورمه اللي باغي. اليوم غادي نوضح لكم بزاف د الحوايج ونقول لكم كيفاش تعرف ان عندك جينات زوينين. بزاف ديال الناس كتلقى عندهم جينات زوينين ولكن ما عارفينهاش. اليوم غتعرفوا كلشي. نبداو باول حاجه اللي هي كيفاش تعرف ان عندك جينات زوينين. الا كانوا شي توفروا فيك هاد الحوايج هادو اللي غنقولهم لك دابا عرف راه عندك جينات زوينين. اول حاجه اولا كبيره عاد ندوز الاول صغيره هي انك واش كتزاد دغيا في المسكل ولا لا. زياده في حجم العضلات يعني ملي كتدخل تريني اول شهر كتريني فيه كتبان فيك النتيجه. حيت كاينين شي ناس في الشهر الاول كتبان فيهم النتيجه دغيا وكاين شي ناس كيترينوا 3 شهور وما كتبانش فيهم النتيجه اللي بانت في داك الشخص في شهر واحد. اذا الجينات هنا فين كيعاونوك ولكن ماشي هما كلشي. انا جايكم حتى الاخر. انك ملي كتدخل التريني غير الشهر الاول كتحس بالجسم ديالك كيتجاوب معاك يعني غادي وكتزاد. انت كتلاحظها في راسك وكتستغرب. هنا فين كتعرف ان جسمك راه معاك يعني الجينات ديالك خدامين معاك. ثاني حاجه شنو هي ثانيا كبيره عاوتاني هي لا فورس. غتقولوا لي كيفاش لا فورس؟ يعني القوه ديال التحمل ديالك ملي كتدخل لاصال. كاينين شي ناس كيدخلوا ضعاف يعني حتى القوه ديالهم كتكون ضعيفه كيبدا ب 5 5 في السدار 10 10 يعني القوه ديالو كتكون ضعيفه. ملي كيتريني وكيستمر كتبقى غاد القوه ديالو وكتزيد. انا الخوش اول مره دخلت نتريني كنت كنبدا ب 10 10 في السدار 10 10 في السدار موراها درت 20 20 20 وبقيت غادي وغادي وكنزيد في الوزن بشويه بشويه تدريجيا. هنا فين كتولي تكتسب القوه مع الوقت. كاين شي ناس تبارك الله عندهم واحد القوه ديال التحمل اللي خطيره كيدخل اول مره لاصال كيبدا ب 60 كيلو في السدر كتلقاه ولا 80. كاين شي ناس تبارك الله صحاح كيكونوا معمرهم ترينيو. داكشي علاش هنا عاوتاني كيكونوا جينات كيعاونك هي في القوه. ثالث حاجه اللي هو الخصر. الحجم ديال الخصر ملي كيكون صغير فاهم حاجه هي يكون الخصر ديالك صغير حيت كما كنعرفوا ان رياضه كمال الاجسام كيركزوا على الجماليه. الا كان الخصر ديالك صغير وكشاف كعراض هنا فين كتبان الفورم ديالك واعره. ديما ركزوا على ان الخصر ديالكم يبقى صغير. الناس اللي محظوظين هما الناس الاكتومورف. الاكتومورف كتلقاهم هما اللي كيبداو ضعاف. داكشي علاش كتلقى الخصر ديالهم رقيق. ملي كيترينيو بزاف يعني وكيستمروا وكيقادوا البروغرام ديال الماكله هنا فين كنقول ان الناس اللي اكتومورف راه محظوظين. علاش؟ عندهم معدل الحرق سريع يعني كيلقاو صعوبه باش انهم يزيدوا في الوزن ولكن ملي بداو يتزادوا كيتزادوا بواحد الطريقه اللي زوينه كيطلعوا بمسكل نقي. هادشي اللي بغيت نوضح لكم. الخصر ديالهم كيبقى كما هو. الشاف ديالهم كيبداو يكبروا البيسابس تريسابس. هنا في الاكتومور خصو يصبر يعني خصو يكمل حتى الاخر. اذا الخصر عنده واحد الدور مهم. كل ما كان الخصر ديالك صغير وانت كتزاد في الفوليوم من كتافك من ظهرك من صدرك والخصر ديالك كما هو فعرف ان عندك جينات واعرين حيت الخصر عنده دور مهم في هذه الرياضه. واحد القضيه عاوتاني اللي هي الدهون اللي كيكونوا في الجسم ديالك. بزاف ديال الناس عاوتاني كتلقى عنده لتحت ديال الكرش ديالو لتحت هنايا كتلقى عنده الدهون كيتراكموا تمايا اولا في الجناب ديال ظهرهم. المهم كتلقى عندهم واحد البلايص معينين في جسمهم كيتخزنوا فيهم الدهون يعني كيبقاو تما دوك الدهون المستعصيه اللي يعني خصهم تمريجيم وخصهم كارديو باش انهم يتحيدوا. كاين شي ناس ما عندهمش هاد القضيه يعني الا كانت نسبه الدهون في الجسم ديالهم فكتلقاها موزعه على الجسم ديالهم كامل. تقدر تلقاها في الجسم ديالو كله وما عندوش شي مناطق معينه اللي فيهم الدهون. انا الدراري الجينات كيلعبوا دور مهم باش انك توصل للفورمه ولكن ماشي هما كلشي. كيفاش دابا ركزوا معايا كثر. الجينات الدراري عندهم واحد الدور مهم ما نكذبوش. الا تبعتي شي بروغرام وانضبطتي واستمريتي فغتلقى نتائج خياليه باش تكونوا واضحين. ولكن لا عندك مثلا لا جينيتيك وانت ما كدير حتى حاجه يعني من هذا الشيء كتاكل عادي ما معاونش راسك يعني عندك جينات ربي عطاك واحد الجينات زوينين ولكن انت ما معاونش راسك ما عاطيهمش داك الشيء اللي بغاو. داك الشيء علاش ما غتلقاش النتيجه اللي انت متوقعها. في حين ان الناس اللي ما عندهمش الجينات وكتلقاهم كيتريني ومقادير ريجيم وكيستمروا وما كيحبسوش وكيتقاتلوا كل نهار كتلقاهم كيوصلوا للهدف ديالهم احسن من داك خونا اللي عنده الجينات وكيتهاون. واش فهمتوا البلان؟ يعني هنا بزاف ديال الناس كيقولوا واخويا ما عنديش الجينات انا باش نحترف. بزاف ديال لي زاتليت اللي خصكم تعرفوا انهم كيشاركوا في مستر اولمبيا وكيلي داو مستر اولمبيا وما كانوش عندهم جينات واعرين. باش بالخدمه. انا شخصيا كنامن بشي حاجه سميتها الخدمه. دابا انت اللي كتشوف كتوقف قدام المرايه وكتشوف فورمتك ما عاجباكش الا بغيتي تبدلها قادر تبدلها. تكونوا واضحين خصك تنضبط وتستمر وما تحبش
وتقاتل لو بغيتي تفصل واش فهمتيني. انا نقول لك الجينات فين كينفعوا، ركز معايا عاوتاني، الجينات فين كينفعوا هو ان نجيبوا جوج ديال الناس، واحد عنده جينات واعرين خياليين وواحد ما عندوش الجينات. هذاك اللي عنده الجينات خياليين كيخدم حتى هو لونطريمون بروغرام قادو كي يعني كيتقاتل كل نهار، وهذاك اللي ما عندوش الجينات حتى هو كيتريني مزيان وكيتقاتل يعني نفس داكشي اللي كيدير الشخص الاول. هنا التفوق فين يكون؟ يكون عند هذاك اللي عنده الجينات. الا بغى يتفوق على هذاك اللي ما عندوش الجينات خصو يخدم اكثر منه، يعني ديما خصو الخدمه اكثر، يعني ديما خصو يطور راسه. هذه هي الخلاصه الدراري، الجينات ما كتعنيش كلشي. الا عندك العزيمه والاراده وعندك النفس حاره قادر انك توصل لشي نيفو خيالي بدون جينات. كعرف بزاف ديال الناس ما عندهم جينات زوينين ولكن كيترينو مزيان كل نهار من ضابطين الماكله ديالو ما عارفش كيديروا كتلقاهم كيوصلوا للنتيجه اللي بغاو. وكما قلت لكم راه كاينين الناس داو بطولات كبار مستر اولمبيا وما كانوش عندهم ديك الجينات اللي عند الناس اللي شاركوا معاهم في مستر اولمبيا. حيت انا نعطيكم مثال بحال مثلا روني كولمان وجي كاتلر، الناس اللي متبعين البادي بيلدينغ بزاف. روني كولمان كانت عنده واحد الجينات اللي خيالي، راه روني كولمان كيبقى اسطوره. جي كاتلر ما كانوش عنده الجينات اللي عند روني كولمان. نقدر نقول لك جي كاتلر يعني الخدمه ديالو هي اللي وصلته انه يدي مستر اولمبي، ماشي الجينات ديالو. من كيطلع مع روني كولمان راه كتشوف روني كولمان راه ما شاء الله. وحده جي كاتلر سنين وروني كولمان كيربح جي كاتلر ديما كيجي دوزيام، ولكن بالخدمه والاستمرار وديما كيطور راسو رجع في واحد العام ودا مستر اولمبيا دار 4 مرات. اذا الدراري كاين شي حاجه سميتها الخدمه. واحد المثال عاوتاني اللي هو فليكس ويلر. فليكس ويلر راه تبارك الله كانت عنده واحد الفورمه اللي كيسميوه السلطان ديال الجماليه، يعني راه عنده واحد الجماليه كانت بزاف. حيت انا الخوت واحد المده كنت كنبحث في هذا الشيء ديال لي كومبيتيسيون هذا، وكنت نتفرج في البادي بولدينغ وتفرجت في روني كولمان بقى في الفينال هو فليكس ويلر. يعني اول مره غير روني كولمان مستر اولمبيا كان هو فليكس ويلر واقفين، وفليكس ويلر كانت عنده واحد الثقه هو انه غير بحدك النهار. وانا يعني انا واخا ما تفرجتش في داكشي مباشر وكنت صغير، يعني من شفتهم واقفين بقيت نقول اه تبارك الله فليكس ويلر يعني راه عنده واحد الجماليه اللي خطيره وداها له روني كولمان. فليكس ويلر الدراري كانت عنده واحد الجينات اللي قلت لكم خياليين ومع مرده مستر اولمبيا، في حين انا جي كاتر ما عندوش الجينات اللي عند فليكس ويلر ودا مستر اولمبيا 4 مرات. هادشي ما كيرجعش للجينات، هما اهم حاجه. الا كنتي كتخدم ونفسك حاره وكتطور راسك ومتبع فهمتي داكشي اللي خصك تتبعو راه غادي توصل شي نيفو خيالي اكثر من هذاك اللي عنده الجينات واعرين وكيتهاون. عندك الجينات وكتهاون ما غتوصلش النتيجه. الا عندك الجينات وكتخدم مزيان فحال هذاك الانسان اللي كيخدم غادي تفوق. هذا هو البلان الدراري من الاخر، الجينات كيعاونوا ولكن ماشي هما كلشي. باش نوضحوا الامور، الاستمرار والصبر والقتال كل نهار هو اللي كيوصلك لاي نتيجه بغيتي في حياتك كامل. هادشي اللي كاين الدراري. المهم نتمنى ان الميساج ديالي يوصل لكم، وباقي ان شاء الله جايين فيديوهات. وكما قلت لكم في انستغرام الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم على الناس يلاه بادي المبتدئين، ونعاود لكم كيفاش انا بديت وشنو يعني كيفاش كنت غادي مع الماكله وكيفاش كنتريني ويعني القرايه عندي وخصني نمشي لاصال بزاف الحوايج غنعاودو لكم. ونتسناو فيديو الجاي، داكشي علاش متنساوش لايك تابونا فلاشين باش يوصلكم ديما الجديد. تقاتل لو بغيتي توصل.